وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا ضيفنا من الكويت عبر سكايب الدكتور سعد بن طفلة وزير الإعلام الكويتي الأسبق. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا دكتور سعد في MBC في أسبوع. يعني أنت كنت شاهد على انطلاقة هذه القناة قناة MBC، كيف شفت هذه التجربة الفضائية؟ أحييك وزميلك ومشاهديك الكرام وأهنئك هذه الذكرى 30 انطلاقة مجموعة الهائلة. طبعا أنا وعايشت انطلاق MBC كمشاهد وأيضا كمتابع، قد كنت مدير المركز الإعلامي الكويتي في لندن في التسعينات، وبالتالي أو القائمين عليه سواء الشيخ الوليد أو علي الحديثي المدير العام والزملاء الآخرين. MBC لا أعتقد بأنها بحاجة إلى ربما مديحي في كيفية انتشارها، لكن أهم ما يميز MBC كوسيلة إعلام وإنتاج هو الجدل الذي تثيره MBC. MBC بمنتوجها ومنتجاتها المادية والمسموعة والرقمية لا بد أن تثير الجدل، والإعلام الذي لا يثير الجدل واحد من اثنين، أما أن الإعلام لا يشاهد أو أنه إعلام تافه حتى حين تمت مشاهدته وقراءته. لذلك أهني بجدلياتها التي هي شاهد على نجاحها. نعم، أيضا دكتور يعني مبدأ الصحافة التلفزيونية أو الإعلام التلفزيوني كيف كان مندمجا إن صحت التسمية في بدايته مع الإعلام التقليدي أو الورقي حينها؟ يعني هل هما على وفاق كما الآن باتجاه واحد؟ لاحظوا بأن السنة، أذكر المشاهد الكريم وأذكركم بأن السنة التي انطلقت فيها كانت سنة ذات حدث جل، وهو حدث تحرير الكويت، احتلال الكويت ثم صحيح. وهذا الحدث الحقيقة هز العالم كله، ناهيك عن أنه هز الضمير العربي بشكل عام. ونتذكر بأنه لأول مرة في تاريخ البشرية تنقل حرب على الهواء حيا مباشرة عن طريق CNN في ذلك الوقت. نعم. إلا أن مما أشعر يعني المشاهد العربي بأن هناك فعلا عطش إلى شاشة عربية تنقل الأحداث بمهنية وبطريقة مباشرة في نفس الوقت. ومن هنا جاءت MBC كأول عربية فضائية لسد وملء ذلك الفراغ، وعليه جاء الآخرون بعد ذلك. ولكن أعتقد بأن MBC كانت قد قطعت شوقا بالاستحواذ على ونظر وقلوب المشاهد العربي. يعني دكتور سعد تحدثتم عن الجدل وكيف أنه الجدل يعتبر دلالة على نجاح قناة ومجموعة MBC، ولكن أحيانا يخلف هذا الجدل هجوم على جماعة MBC من جماعات معينة، فإلى ماذا تعزو هذا الهجوم وما هي أسبابه؟ دائما يعني في الإعلام كلما اتسعت حرية الإعلام وهامش الحرية للإعلام كلما أثار جدلا هو عادية للحرية، حرية الرأي، حرية الكلمة، حرية التعبير، حرية المنتج، تمثيل وخلاف. وبالتالي هي MBC ليست فريدة في ذلك، وإنما هي مثل ما يقول المثل عود من حزمة من كل المحاولات لفك حصار القوى إذا جاز التسمية ربما المحافظة. نعم. ما هي الكلمة أسلم، وإنما القوى المتشددة التي تكره الحرية، وعليه فإن MBC ربما نالها أكثر من هذا الجدل ومن هذا الهجوم بسبب المادة التي كما ذكرت لكم. لولا هذا الجدل، يعني هو الجدل مؤشر هذا النجاح، يعني حتى أنه هو تمت مشاهدته صحيح. وأثار هذا الجدل، وهو المؤشر الأول لأي منتج إعلامي هو قدر الجدل الذي يثيره ذلك المنتج في عقل المشاهد صحيح. وربما مو دائما كل المشاهدين يعني يعجبهم ما يعرض، ولكن لولا اختلاف الأذواق لبارة السلام. نعم، إذن عبر سكايب نشكرك الدكتور سعد بن طفلة وزير الإعلام الكويتي الأسبق. شكرا لاستضافتي وكل عام وانتم